السلام عليكم طلاب الأعزاء، ويلكم تو يور شانل. نلتقي اليوم مع قاعدة هامة جدا وهي ريليتيف كلوزس، ويريد قبل ما نبدأ نعمل سبسكرايب في القناة ونفعل الجرس عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة. وتعالوا نبدأ ريليتيف كلوزس، عبارات الوصل أو ريليتيف بروناونز، ضمائر الوصل. وهل يا ترى في اختلاف ما بين الاثنين؟ تعالوا نشوف. أول حاجة عندنا من ضمائر الوصل هو أو ذات. هو equals ذات، معناها الذي أو التي، وهي تحل محل الفاعل أو المفعول العاقل. For example the girl، البنت. The girl يبقى ده عاقل. هو أو ذات won the competition، التي فازت بالمسابقة. Is my daughter، هي ابنتي. ومن ضمن الاختلافات ما بين هو أو ذات، لو حضرتك لقيت كوما، في كوما قبل هو won the competition وفي الآخر في كوما تانية، بما نسميه في اللغة العربية عبارة الوصل أو الجملة الاعتراضية، هنا يجوز الحذف، فتستخدم الكوما مع هو فقط ولا تستخدم مع ذات. يبقى the girl العاقل استخدمت معها هو أو ذات. example number two، the boy الولد هو أو ذات you met اللي أنت قابلته is clever ماهر. يبقى عبارة الوصل يا شباب، عبارة الوصل هو you met أو ذات you met، دي كلها كده اسمها عبارة الوصل، لكن ضمير الوصل هو هو أو ذات. هو أو ذات، يبقى في المثال الأول هو أو ذات حلت محل إيه؟ فاعل، عشان كده جاء بعدها الفعل. يبقى إذن يا شباب هو أو ذات لما تيجي مكان السبجكت اللي هو الفاعل هتلاقي جاي بعدها على طول الفعل. أما هو أو ذات لو حلت محل مفعول هتلاقي بعد منها جاء الفاعل ثم الفعل، يعني في فاعل وفعل اهو. وهنا يجوز ينفع نستغني عن هو أو ذات. يبقى الجملة بتقول the boy you met، the boy you met، يبقى هو أو ذات الذي أو التي للإيه يا شباب؟ للعاقل، سواء كان فاعل أو مفعول. number two، whom equals who equals that، يبقى معناها إيه؟ الذي أو التي للمفعول العاقل، الذي أو التي للمفعول العاقل، يبقى هوم للمفعول العاقل يا شباب. example number one، this is the man about whom I told. في الجملة دي يا شباب about حرف جر جاء قبل ايه؟ قبل هوم. طب ينفع في الجملة دي يا شباب نقول هو او ذات؟ طبعا ما ينفعش، لان هوم ينفع تسبق بحرف جر مباشر وجنبها مباشرة، قبلها مباشرة، لكن هو ذات ما ينفعش نضع قبلهم ايه؟ حرف جر. example number two، the man whom you met. خد بالك whom هنا حلت محل ايه؟ مفعول، عشان كده جاء بعدها ايه؟ الفاعل ثم الفعل. you met is my father. خد بالك هنا ينفع نحذف مين؟ whom، زي ما احنا قلنا قبل كده هو او ذات او which لو حلت محل مفعول يجوز حذفها. طب عرفها ازاي؟ هتلاقي بعدها مباشرة الفاعل ثم الفعل، يبقى هنا يجوز الاستغناء عنها عادي خالص، وتبقى الجملة the man you met is my father. number three، which equals that، which بتساوي مين؟ بتساوي that، معناها الذي أو التي لغير العاقل سواء كان فاعل أو مفعول. ومن ضمن الاختلافات يا شباب لو لقينا كوما هاخد مين؟ which، وماخدش that، لأن لما يكون في كوما يبقى الجملة الاعتراضية ينفع نستغني عنها، يبقى لا تضيف معنى جديد للجملة. بقول لي إيه؟ the car which أو that hit the man، التي صدمت الرجل. خد بالك ان ويتش هنا او ذات حلت محل ايه؟ فاعل، بدليل جاء بعدها ايه؟ الفعل. هنا ما ينفعش نحذفهم هما الاثنين لانها ايه؟ جاءت مكان فاعل.
was very fast. كان سريع جدا. طب نشوف كده example number two. The car which he bought, اللي هو اشتراه, is expensive. خد بالك ان which هنا جاء بعدها فاعل, لان هنا which حلت محل ايه؟ مفعول غير عاقل. ينفع نستغني عنها. The car he bought, the car he bought is expensive. واحيانا تلاقي ايه قبل عبارة الوصل which he bought, دي اسمها عبارة اللي هي شباب الوصل, اما which بس ده اسمه ضمير الوصل. هتلاقي قبلها ايه كوما وبعدها ايه كوما. في الحالة دي ينفع اختار which بس, لكن ما ينفعش مين, ما ينفعش that. لو جاء كوما هاخد which, ما اخدش that. نمبر 4. whose, whose دايما يا شباب تعبر عن الملكية, والملكية هنا بتكلم عن العاقل او غير العاقل. يعني ايه؟ هقول مثلا the man whose son, الراجل اللي ابنه came first, طلع الاول, was very happy. خد بالك هنا ان whose جاء قبلها الايه, اللي هو المان اللي احنا بنقول عليه المالك, whose son اللي ابنه المملوك. تمام, كان في هنا his وحذفت, وضعنا هوز بين الاسمين, يبقى قبلها اسم بعدها اسم. خد بالك ده عاقل وغير وده عاقل. طيب ينفع استخدمها مع غير العاقل؟ ايوه. ذا فلات, الشقه, هوز دور اللي بابها از بروكن از اليز, ملك مين؟ ملك الي. خد بالك ان هوز هنا جاءت ما بين الايه, الفلات الشقه والدور, يبقى الكل والجزء, الكل الجزء. وحاجة كمان, the flat ممكن تلاقي هنا كوما, whose door is broken وبعدها كوما, دي اسمها عبارة الايه, عبارة الوصل, عبارة الايه الوصل. يبقى whose تعبر عن مين يا شباب؟ عن الملكية, تستخدم مع العاقل او مع غير العاقل. نمبر 5, رقم 5, خد بالك معايا. where, where يعني حيث للمكان, يبقى قبل منها مباشرة هتلاقي مين؟ المكان. طب وير دي ممكن اشيلها, استغنى عنها واضع مين؟ اضع حرف الجر زي ان او اون او ات, اي حرف الجر المناسب للمكان اللي انا بتكلم عنه. يعني لو مكان كبير هقول ان, لو مكان صغير هقول ات, لو مثلا فارم هقول اون, ويتش وبعد كده ويتش. يبقى بستغني عن وير واستخدم حرف الجر مع ويتش. ما ينفعش نستخدم وير مع حرف ايه, حرف جر جنبها مباشرة. تمام, وممكن كمان اضع ويتش في النص وبعدين اضع عبارة الوصل, عبارة الايه الوصل, بعدين حرف الجر فين, في اخر الجملة, معناها حيث للزمان. For example, this is the factory, هذا هو المصنع. خد بالك المصنع ده مكان. Where he works, حيث يعمل, يبقى المكان حيث يعمل. يبقى وير هنا عايد على مين؟ على الفاكتوري, عايد على المكان. وعشان استخدم وير يا شباب لازم اللي بعدها يعبر ان هو بيفعل شيء في هذا المكان, المصنع حيث يعمل. طيب example number 2 يا شباب, this is the house, هذا هو المنزل, which he built, الذي بناه. خد بالك انا ما وضعتش ان, ليه؟ لان بعامل الهاوس هنا على انه مفعول غير عاقل, مع انه مكان, ولكنه هنا بقول البيت اللي هو بناه, يبقى بعامله على انه مفعول غير عاقل وليس مكان. وعشان تتضح عندي الرؤيه شويه اميزها ازاي, ان هقول ذا فاكتوري, ممكن احذف كلمه ذا فاكتوري واقول ذا بليس, يعني ممكن استغني عن ذا فاكتوري وتتضح لي اقول ذا بليس بعدها وير. لكن لما اشيل الايه الهاوس واضع ذا بليس هتبقى المعنى مش واضح شويه. ذا بليس ويتش بيلت, المكان اللي هو بناه, مش واضحه قوي. لازم عشان استخدم وير لازم يقوم بفعل ما في هذا المكان. نمبر 6, رقم 6 يا شباب. وين يعني حيث للزمان. ممكن اشيل وين واضع مكانها ان او اون او ات او اي حرف جر بعد كده ويتش.
تمام. وممكن ايه كمان، اضع في المنتصف ويتش واكمل بعبارة الوصل، وبعد كده حرف الجر يأتي في الاخر. I go to Alex، انا بروح ايه الاسكندرية. اسكندرية دي ايه يا شباب؟ ها مكان. In August، في شهر ايه؟ اغسطس. طب انا اقصد مين؟ When it is very hot. When هنا عايدة على August، تمام؟ حيث يكون it هنا يا شباب اتكلم عن الويذر، تعود على مين؟ الويذر. When it is very hot، عندما يكون الطقس ايه؟ حار جدا. يبقى when عايدة على الزمان اللي هو اوجست، شهر اغسطس، تمام؟ طيب نمبر 2، she went to the meetings، ذهبت الى الاجتماعات. خد بالك meetings سبقت بذا، لان احنا عندنا قاعدة بتقول ايه؟ الاسم الذي يليه عبارة وصل لازم ياخد ذا قبل منه. يبقى نقول she went to the meetings، ذهبت الى الاجتماعات. خد بالك انا قلت ايه؟ at which، اللي فيها she learned to read and write، تعلمت ان تقرأ وتكتب. at which، at which فيها. يبقى اذا يا شباب when للزمان، يعني مثلا when هنا ممكن استغنى عنها واقول in which، in which it is very hot. طب ليه قلت in؟ لان ده اوجست شهر والشهور بتاخد مين؟ ان. يبقى وين يا شباب؟ قبلها زمن مباشرة، اللي هو مين؟ اللي هو اوجست. وممكن يا شباب استخدم واي كضمير وصل، هقول ذا ريزن واي، وبعد واي نستخدم جملة كاملة. يعني ايه جملة كاملة؟ يعني فاعل وفاعل ومفعول. يبقى تستخدم واي كضمير وصل مع العبارة او المصطلح اللي احنا بنستخدمه، the reason why، بعده منه جملة ايه؟ كاملة. هقول I don't know، لا اعرف. the reason why he was absent، سبب غيابه. the reason why جاء بعدها الفاعل subject he، بعد كده was، بعد كده absent subject، بعد كده الverb، بعد كده الكومبليمنتس المكملات بتاعة الجملة. the reason why سبب، ويأتي بعدها جملة كاملة. نمبر 7، رقم 7، نمبر 7، what، what. تستخدم what يا شباب كضمير وصل، وتستخدم مع الأقوال والأفعال. what he achieved، ما أنجزه، is good. خد بالك هنا what جاءت في محل فاعل الجملة، فاعل الجملة، ممكن تكون هي فاعل الجملة كمان. I did، أنا فعلت. what you said، ما فعلته أو ما قلته. I did what you said، what هنا جاءت محل مفعول الجملة. يبقى what يا شباب تستخدم كضمير وصل للأقوال والأفعال، ممكن تيجي فاعل، ممكن تيجي مفعول، ممكن تيجي إيه؟ جار ومجرور. وكمان عندنا ملحوظة مهمة جدا، نمبر 8، سرعت الرئيس سادات، هو was a president of Egypt، الذي كان رئيسا لمصر. took the war decision in 1973، خد بالك هنا هو حلت محل فاعل عاقل. وفي الجملة دي انا وضعت عبارة الوصل ما بين كما سابقة وبعدها كما لاحق. في الحالة دي يا شباب ما ينفعش نستخدم مين؟ نستخدم ذات. ما ينفعش نستخدم مين؟ ذات. يبقى لما تلاقي كما هاخد مين؟ هو مكان الفاعل العاقل. كايرو which is the capital of Egypt، خد بالك هنا كايرو وضعت مين؟ كما، وبعدين استخدمت which، القاهرة التي هي عاصمة مصر. كايرو هنا بعملها ليس كمكان يا شباب، انا بعملها كايه؟ فاعل غير عاقل، فاعل غير عاقل، وبناء عليه استخدمت مين؟ which. طب يا ترى وضعت كما، فما ينفعش هنا استخدم that. which is the capital of Egypt is very crowded، مزدحمة جدا. ادي عبارة الوصل يا شباب، قبلها كما بعدها كما، في الحالة ديت لا تستخدم that. number 9، I let her do all that she wants، انا سبتها تعمل كل اللي هي عايزاه. خد بالك انا قلت هنا wants، لان ده present simple مضارع بسيط.
لما اشوف عندي كلمة زي all هستخدم معاها مين؟ that. في الحالة دي ما ينفعش نستخدم which ولا ينفع نستخدم who ولا اي حاجة من الحاجات دي. بدل في كلمة من الكلمات الدالة زي all هستخدم that. يا ترى ايه الكلمات دي يا شباب؟ all, any, when, some, every, only, many, much, few, no. اول ما اشوف كلمة من الكلمات دي هستخدم مين يا شباب؟ استخدم that. استخدم that. Another example. I met a group of people. قابلت مجموعة من الناس. خد بالك. All. بس بعد قول انا جبت مين؟ of. هنا الوضع هيختلف. لو جبت of بعد اي كلمة من الكلمات اللي احنا قلناها قبل كده يا شباب. هنا مش هنستخدم ذات. ما ينفعش نستخدم ذات. All of whom. كلهم work. Work in a in university. يبقى اذا جاءت of بعد كلمة من الكلمات السابقة. في الحالة دي يا دكاترة. ما ينفعش نستخدم ذات ونستخدم الضمير المناسب زي whom. تمام. Another example. بولي the lion. الاسد is the strongest animal. خد بالك the strongest دي اسمها superlative. اللي هي صيغة التفضيل ذا والصفة في آخرها إيه إس تي إذا كانت قصيرة المقطع. طب لو طولت المقطع نقول إيه؟ نقول the most أو the least بعدها الصفة طويلة المقطع. For example هقول the most expensive, the least expensive. Animal the strongest animal أقوى حيوان. لما تستخدم صيغة التفضيل superlative هنستخدم مين يا شباب؟ نستخدم that. That ما ينفعش نستخدم which. That I have ever seen. رأيته على الإطلاق. في حالة ضمائر أو عبارات اللي بستخدم فيها superlative لصيغات صيغة التفضيل في الحالة دي يا دكاترة هستخدم that. ما استخدمش which ولا استخدم who. خد بالك معايا في النقطة اللي جاية دي يا شباب عشان بيبقى فيه إشكالية فيها شوية. Tourists السياح. Whose stay. هتقول لي طيب stay انا هستخدمها او ده verb فهستخدم مفروض استخدم يا اما هو يا اما الذات. لا طبعا. stay هنا يا شباب معناها اقامة. فهي هنا noun اسم. تمام. طب اعرفها ازاي؟ ان بعد منها مباشرة تلاقي الverb بتاعك اللي هو ended. يبقى بقية الجملة بتقول tourists whose stay اللي اقامتهم ended انتهت should extended يجب ان يمدوها اللي يمدوا الاقامة يعني. يبقى اذا يا شباب ممكن الكلمة اللي قدامي تبقى noun وليس verb مش فعل. في الحالة دي هستخدم مين؟ whose. طب يا ترى ايه الكلمات اللي بتلخبط زي help يساعد ومساعدة hope يأمل وأمل wish يتمنى وأمنية visit يزور وزيارة وكمان stay يقيم وإقام. وننتقل لنقطة أخرى number 11. ممكن with يا شباب تستخدم في الجملة محل عبارة او ضمير الوصل هو او which او ذات بعد منه ايه has. يعني لما اقول with اكني بقول هو has الذي يملك with equals which has with equals that has الذي له او الذي يملك. طب نشوف example مثال. I live in a flat. اعيش في شقة with three rooms. with هنا يا شباب حلت محل ايه؟ which has او that has. تمام. number 12. this is the man the man this is the man that I work with اللي انا بشتغل معاه. خد بالك انا وضعت في المنتصف that وفي الاخر حرف الجر. ما ينفعش اقول with that. تمام. This is the man that I work with. يبقى ينفع استخدم that في المنتصف وحرف الجر فين؟ في الاخر. زي مين؟ زي هو. تمام. لكن لو انا جبت حرف الجر جنب ضمير الوصل هنغير that او هو الى whom. 13. This is the man with whom I work اللي انا بشتغل معاه. with whom with whom. This is the key مفتاح with which. هنا قلت with which لان المفتاح غير ايه؟ غير عاقل. I open the door.
يبقى مين اللي بيسبق حرف جر؟ هوم ويتش، هوم ويتش. لكن ذات وهو حرف الجر ممكن يجي في اخر الجمله، في اخر الجمله. 14 I went to the flat، ذهبت الى الشقه. وفلات هنا يا شباب مكان. Where I stay او in which I stay، يعني حضرتك ما ينفعش اقول ايه، ما ينفعش اقول in where، يا اما where يا اما in which. يبقى ينفع which تسبق بحرف جر زي in، where لا تسبق بحرف جر. وينفع اقول which I stay واضع ان برضو فين في الاخر، يبقى ان قبل which او بعد which، لكن where ما تاخدش حروف جر. Number 15 I took the laptop، انا خدت اللابتوب. To where it was repaired، الى المكان الذي صلحت فيه. خد بالك ان وير هنا مش جايب معنى ضمير وصل، مش جايب معنى حيث، امال جايب معنى ايه؟ جايب معنى place، مكان. To the place where، يعني كان في هنا كلمه the place وحذفت. I took the laptop to the place where it was repaired. Where ليست كضمير وصل هنا يا شباب. طب اعرفها ازاي ان هي ضمير وصل او مش ضمير وصل يا شباب؟ بص كده في الاكزامبل ده، This is the house we live. طب يا ترى اختار where ولا اختار in او which؟ طب بلعبه سهله جدا، احنا هناخد المكان ده وننقله بعد مين؟ بعد live، ونضع حرف الجر هنا، يعني هنقول we live in the house. لو المعنى اكتمل، لو المعنى كده طلع صحيح، يبقى اختار مين؟ where. طب لو المعنى ما طلعش صحيح، يبقى اختار which. تاني، هنقل المكان بعد عبارة الوصل واضع حرف الجر اللي كان محذوف، we live in the house، كده المعنى اكتمل. في الحالة دي where هي الحل الصحيح. لو المعنى ما اكتملش او ما وضحش، يبقى في الحالة دي which هي تبقى الحل الصحيح. طب في الجملة اللي قدامي the house we live in the house، يبقى المعنى صح، هقول where هو الحل الصحيح. وننتقل لنقطة في غاية الأهمية يا شباب، وهي حذف ضمائر الوصل، omission of pronouns أو relative clauses أو relative pronouns. تحذف ضمائر الوصل يا شباب في أربع حالات، تحذف ضمائر الوصل في أربع حالات. Number one، this is the woman who whom that I help. لو ضمير الوصل بتاعي who أو whom أو that جاء بعدها فاعل، يبقى نحذف ضمير الوصل بدون أي تغيير. بقيت الجملة بتقول this is the man أو this is the woman I helped، I helped مباشرة. الحالة الثانية number two، the boy who wears a jacket is my brother. خد بالك إن ضمير الوصل هو أو ذات أو which لو جاء بعدها فعل مبني للمعلوم، مبني للمعلوم، في الحالة دي يحذف ضمير الوصل وناخد الفعل مبني للمعلوم ده نضيف له ing. بقيت الجملة بتقول ايه؟ the boy wearing، the boy wearing a jacket. وفي حالة المعلوم يحذف ضمير الوصل ويضاف للفعل ايه؟ ing. number 3 most crops، معظم المحاصيل which are grown، التي تزرع in Egypt are export، تصدر. خد بالك ادي عبارة الوصل which are growing in Egypt، قبلها كومة وبعدها كومة. لو ركزت شوية هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان عندنا which ضمير الوصل جاء بعده جزء من الverb to be ثم الباست بارتيسيبل، يعني الجملة هنا مبنية للايه يا شباب؟ للمجهول. لو جاء بعدها جملة مبنية للمجهول يجوز حذف مين؟ which و are، ينفع نحذف الاتنين دول ونترك الباست بارتيسيبل بدون اي تغيير. بقيت الجملة بتقول most crops growing، المنزرع او المزروع هستخدمها هنا كصفة تالي الاسم. يبقى في حالة ضمير الوصل جاء بعد منه جملة مبني المجهول، بنحذف ضمير الوصل والverb to be ونترك التصريف التالي للفعل. طب عرفها ازاي في حالة الاختياري؟ لو ركزت هتلاقي في فعل كمان جاي في اخر الجملة. number 4 the girls، البنات who are clever. يبقى ضمير الوصل هنا جاء بعد منه جزء من الverb to be ثم صفة، ثم صفة got prizes وبعدين الفعل الرئيسي بتاع الجملة. ضمير الوصل يليه verb to be ثم صفة،
يحذف ضمير الوصل، والفيرب تو بي والصفة تسبق الموصوف. والحالة دي يا شباب هستغنى عن مين؟ عن ذا. يا ترى ليه؟ ذا وضعت لأن الاسم يليه عبارة وصل. طب أنا حذفت عبارة الوصل، يبقى ذا خلاص تحذف هي كمان. بقت الجملة بتقول إيه؟ clever girls، clever girls بنات الميرات got prizes، حصلنا على جوائز. ونشوف بعض الملاحظات الإضافية يا شباب. he came first، طلع الأول. which made him happy، which هنا يا شباب لا تعود على كلمة واحدة، يعني المفروض which هنا بتعود على فاعل ومفعول غير عقل. لا طبعا، which تحل أو عايدة على الجملة السابقة كلها. he came first إن هو طلع الأول، يبقى إذا which يا شباب تحل محل جملة كاملة سابقة عليه. الملحوظة التانية بتقول إيه؟ it's، أول ما تلاقي المصطلح اللي بيقول it's هختار مين معاه؟ that، ما ينفعش هو ولا which. it's Ali that came first، إنه علي الذي أتى في المقام الأول أو طلع الأول على الفصل مثلا، يبقى it's معاها مين؟ that. الملحوظة التالتة بتقول he said something impolite، قال شيء غير محترم. for which he should apologize، حتى بنغلط فيها كلنا او بنتلخبط فيها. يا ترى اختار فور دي بناء على ايه؟ بناء على الفعل اللي جاي في الاخر يا شباب. ابولوجايز اصلا بتاخد فور، يبقى المفروض اقول ايه؟ he said something impolite for which he should apologize. كانت الجمله بتقول he should apologize for it، لان ابولوجايز بتاخد فور. طب مثلا لو كان الفعل بتاعك reply هياخد تو، to which he should reply، يبقى اذا حسب الفعل اللي جاي في اخر الجمله. وبكده نكون وصلنا لنهاية relative clauses أو relative pronouns. وما تنسوش لايك وشير للفيديو، وكمان سبسكرايب في القناة عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.